بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده يا رب تعجبكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن شيء مهم جدا في محركات الديزل، الا وهو الدخان الابيض، وننتقل للجانب العملي بعد الفاصل. اول مشكله بتقابلني في الدخان الابيض في محركات الديزل هي مشكله الوقود. محتاج وقود بضخ عالي بقوه عاليه، فمشكله ضعف مضخه الوقود اللي هو الديزل، ادي المضخه. طبعا فرق كبير بين مضخه الديزل ومضخه البنزين، فرق كبير جدا. شوف المضخه كيف قويه. لو مضخه الديزل ضعيفه هتعمل لي مشكله وهيصدر او ينتج عنها دخان ابيض. طيب لو البخاخات فيها مشكله، ادي البخاخات وهنشوف الفرق الكبير بين بخاخات الديزل وبخاخات البنزين. بخاخات البنزين البخاخ صغير ومش بنفس القوة دي، فلو البخاخ ضعيف او مسدود هيسيل ديزل، مش هيتم الاحتراق الجيد، فهيظهر الدخان الابيض. لو في تهريب في المسطرة، مسطرة الديزل، نفس المشكلة، هيبقى في ضعف في الضغط، هيقل الضغط زيادة عن المعدل، هيظهر الدخان الابيض. بعد البخاخات والمسطرة هيجي دور حساس الكرنك الخاص بعملية التوقيت بالضخ الوقود وفتح وغلق البلوف. يعني لو في مشكلة فيه هيعمل لي مشكلة ويعمل دخان أبيض. لو في تآكل داخل عمود حساس عمود المرفق أو حساس عمود الكرنك. والسبب الثاني للدخان الأبيض في محركات الديزل هو إلغاء حساس الحرارة. لما بلغي حساس الحرارة بيفضل المحرك بارد، فما بتوصلش درجة حرارة الهواء داخل غرف المكابس لدرجة الحرارة المطلوبة. المشكلة التانية ان انا بغير الراديتير الصغير، بجيب راديتير كبير وببدأ اعدل في الحرارة بتاعة المحرك. بعدل في الحرارة في محركات الديزل بالذات، انا مفكر ان انا بحل المشكلة، لا، دي المشكلة بتكبر وبيظهر معايا الدخان الابيض في محركات الديزل. السبب الثالث والمهم جدا لظهور الدخان الابيض في محركات الديزل هو تآكل عمود الكرنك او عمود المرفق اللي ظهر قدام حضراتكم. مع كتر التشغيل بيبدأ العمود يتآكل من الاجزاء بتاعته، فالتوقيت نفسه بيتغير او بيحصل خلل في الكبس وفي التوقيت نفسه، فبيظهر معايا الدخان الابيض. حاجة تانية مهمة جدا، وجود رواسب كربونية على البلوف. ما بتقفلش البلوف كويس، فبيتسرب جزء من الهواء من غرفة الاحتراق، بيتسرب يروح للإكزوست للعادم، ويبدأ الضغط ينخفض داخل غرفة الاحتراق ويظهر معاه الدخان الأبيض. حاجة تانية مهمة جدا وذكرناها في السبب الأول اللي هو تآكل حساس عمود المرفق أو تآكل حساس عمود الكرنك، نفس الموضوع بيؤدي إلى خلل وظهور الدخان الأبيض في محركات الديزل. انخفاض الضغط ناتج من شيء مهم جدا وهو تآكل الجوانات الخاصة بالمكابس. زي ما حضراتكم عارفين انا عندي هنا ثلاث جوانات او ثلاث شنابر، الشنبرين واحد واثنين من اعلى، دول وظيفتهم حفظ الضغط داخل غرفة الاحتراق، والشنبر الثالث اللي هو الاخير ده وظيفته التزييت. يبقى لو ضعفت الشنابر دي لا قدر الله وحصل فيها خلل مع الزمن او تأكلت، نظرا للزيت ما بيتغيرش في مواعيده واسباب اخرى، كل ده بيؤثر على الضغط داخل غرفة الاحتراق ويظهر عندي الدخان الابيض في محركات الديزل. نقطة اخرى مهمة جدا وهي تآكل جدار الاسطوانات. لو حضراتكم شفتوا هتلاقوا هنا التجويف بتاع البستم، لما بيتآكل التجويف ده من الداخل، طبعا ده بيبقى نظرا لارتفاع درجات الحرارة وعدم تغيير الزيت بانتظام واسباب اخرى، او لقدم المحرك وعمره الطويل، فبتبدأ الجدران دي تتآكل فيقل الضغط داخل غرفة الاحتراق فيسبب ذلك الدخان الابيض. ايضا تآكل حزام التوقيت، الاحزمة بتاعة السيارة مهم جدا، اللي هو سير التايمينج الخاص بالمحرك، لو حصل فيه تآكل او خلل بيؤدي الى عدم الترتيب الجيد لفتح واغلاق البلوف، ايضا يؤدي لخلل في الضغط يعمل لي مشكلة ويظهر معايا الدخان الابيض. طيب هل كل اسباب الدخان الابيض سببها اللي احنا قلناه، ولا في سبب ممكن يكون بسيط جدا وسهل
ويسبب ايضا الدخان الابيض موجود، والسبب ده موجود في محركات الديزل ومحركات البنزين. السبب ده اللي هو جوان وش السلندر او وجه الراس. هنا ده جوان وش السلندر. السبب المهم جدا والبسيط اللي ممكن يظهر لي الدخان الابيض في محركات الديزل، يعني مش لازم احل المحرك، زي ما قلنا في اسباب سهله زي درجات الحراره ممكن اتغلب عليها. المشكله الثانيه اللي هي جوان وش السلندر، مش معنى ان عندي دخان ابيض يبقى كده معناه ان انا بحتاج توضيب، لا. في جوان وش السلندر هيبقى سهل جدا. جوان وش السلندر بيبقى بالشكل ده، بيتركب بين الجزء العلوي للمحرك، ده راس المحرك، وبين الجزء اللي فيه الاسطوانات بالشكل ده كده، بيبقى متركب هنا وهنا. بيمر فيه حاجتين مهمين جدا، بيمر فيه الزيت وبيمر فيه المية وبعض طبعا البخار او الهواء اللي ماشي في دايرة الزيت. يعني عندي ثلاث حاجات بتمر في جوان وش السلندر. ايه اللي بيحصل وليه جوان وش السلندر بيحصل فيه مشاكل؟ المشاكل بتحصل مع ارتفاع درجات الحرارة، المية دايرة التبريد فيها مشكلة، ترتفع درجة الحرارة عندي، بتبدأ درجات الحرارة اول ما تؤثر على جوان وش السلندر او وجه الراس، فيبدأ يحصل فيه خلل، فيبدأ الزيت يجي على المية او العكس، او المية تيجي على الزيت، فتلاقي دخان ابيض. اول شيء في محركات الديزل الضغط بيقل داخل غرف الاسطوانات فيسبب الدخان الابيض. تاني شيء تلاقي المية بتنقص والزيت اصبح لونه طحيني نتيجة اختلاطه بالمية. يبقى عندي مشكلة جوان وش السلندر، مشكلة سهلة جدا في محركات الديزل وممكن اتغلب عليها بتغيير جوان وش السلندر. افك الوش من غرفة الاسطوانات ومن فوق غطى البلوف وابدأ ارجعه تاني لمكانه. يبقى كده قدرت اتغلب على مشاكل الدخان الابيض، عرفناها مع بعض، عرفنا ايه السبب فيها لانها تختلف تماما عن محركات البنزين. محرك البنزين له ظروف مختلفة هنتناوله ان شاء الله في حلقة اخرى، ويا رب حضراتكم تكونوا استفدتم، وشكرا جزيلا لكم.